اسمي عادل السياغي، كاتب صحفي وناشط حقوقي وسياسي. بالنسبة لمشاركة المرأة في الثورة العربية في اليمن تحديدا، أعتقد القنوات الفضائية كلها عبر القنوات شفنا وتابعنا المرأة، كان لها حضور فعال جدا على جميع الساحات في اليمن، ومن خلالها برضو أثبتت للعالم أن وجودها كان قوي وفعال ومهم، وشاركت بشتى أنواع العمل الثوري بالساحات، من تكتلات، من إنشاء حركات، من إنشاء ائتلافات، كان لها دور أيضا في الإسعافات الأولية، كان لها دور أيضا المرأة القيمة في منزلها، شاركت إما بالعمل التطوعي كعمل الأكل، عمل الخبز، عمل أشياء كثيرة. بعض النساء تبرعوا بذهبهم بحريهم، فوجودها كان عامل أضاف للثورة حيوية وألق ورونق، وهتافها أيضا كان متواجد، فعاليتها في حضورها في المسيرات في المظاهرات، مشاركاتها في الفضائيات والإعلام كان متواجد وحاضر. وأعتقد أن هذا دليل كافي وإثبات وافي هي الأستاذة توكل كرمان.